صاحبة الإبداع وصاحبة التميز. هنا محمد بن معتوق العامري، وهذه لقطات لحظات الوصول، والمخرج يعيد لنا التوقيت الزمني من مسافة الأربعة كيلومترات، هو لا شك 6 دقائق 13 ثانية 3 أجزاء. تهنئة خاصة لمحمد بن معتوق العامري. وفي المركز الثاني قدمت لنا العرض الرائع والمبدع، هناك يبدو أنها كما ذكرت هناك التدخل ما بين صوغة سلطان بن خلف الرميثي، وهناك نصيبة علي بن سالم بوظفيرة، ولكن الإشارة تصل عندي صوغة صاحبة المركز الأول الثاني والثالثة، هناك من نصيبة نصيبة علي بن سالم بوظفيرة. تحياتي الكبيرة لكل الأخوة الفائزين، ولكن زميلي مطلق العنزي يتواصل معكم واصفا القصة المميزة الخمسة المراكز الأولى المتقدمة لهذه الانطلاقة الرابعة. أتمنى لكم وله والتوفيق في انطلاقة الشوط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة المشاهدون، نسير في خامس أشواط هذه الانطلاقات الصباحية الخاصة بسن الحقائق، ونتعرف في هذه اللحظة على المراكز الخمسة الأولى في هذه الانطلاقة المقدمة من هنا ومن هذه اللحظة. شعار هذه الانطلاقة وهذا التحدي بالشعارات الخاصة بأبناء القبائل التي تشارك في هذه اللحظة هنا، شاهين على مقدمة الشوط، محمد بن سالم بالعود العامري في مقدمة الشوط في هذه الانطلاقة. دور المركز الثاني، هناك المركز الثاني في هذه اللحظة وفي هذه الانطلاقة. هنا المركز الثاني غازي محمد بن عبيد بن عيد المنصوري يتواجد ثانيا، ثالث المراكز هنا شاهين عتيق بمحمد بن زيتون المهيري في ثالث المراكز، بينما رابع المراكز هنا غير مدون، الرابع المراكز، بينما خامس المراكز هناك خامس المراكز الفارس محمد بن خويتم العامري. ها هي المراكز الخمسة الأولى في أول نداء في هذه الانطلاقة وشوطنا الخامس الخاص بالقعدان في هذه اللحظات وفي هذا التحدي الكبير. المقدمة هنا وبن زيتون، هنا في هذه اللحظة عتيق بن محمد بن زيتون المهيري يتواجد في هذه اللحظة وفي هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي الكبير لأبناء القبائل في هذه الجائزة الكبيرة. هنا شاهين على المقدمة وعلى التحدي وعلى الصدارة، بينما ثاني المراكز هنا الفارس محمد بن خويتم العامري يتواجد ثانيا، ثالث المراكز شاهين محمد بن سالم بالعود العامري في ثالث المراكز، رابع المراكز غازي، هنا في رابع المراكز محمد بن عبيد بن عيد المنصوري، وخامس المراكز إشعار بالعوضي محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي يتواجد مع هب الريح. يا سلام، الخمسة الأسماء في ندائنا الثاني، والتحديات تسير في هذا الصباح الجميل. يا سلام، الكل يبحث عن الناموس، الكل يسير في طريق الناموس حتى هذه اللحظة. عتيق بن محمد بن زيتون المهيري أقرب الواصلين حتى هذه اللحظة إلى كلمة الناموس هنا مع شاهين، بينما هناك غير على ثاني المراكز هب الريح بشعار محمد بن عوضي المرهاني يتواجد هنا وينتقل بدوره إلى 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 مقدمة الشوط. ومعلومة وصلت بأن صاحب الشوط الرئيسي في دولة قطر هنا يتواجد في هذه اللحظة، ولكن بن زيتون يسير أيضا في ثاني المراكز هنا مع شاهين. يا سلام، الأسماء قادمة يا بالعوضي، الأسماء قادمة، وهناك أسامي لم يحن وقت دخولها حتى هذه اللحظة. نسير مع هب الريح ومحمد بن ناصر بالعوض المهالي يتواجد في مقدمة الشوط. ثاني المراكز هنا الفارس بشعار محمد بن خويتم العامري، وثالث المراكز شاهين، هنا عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، ومن وصل في هذه يا سلام صالح بن محمد بن شليويح
العامر يتواجد وينتقل بدوره إلى ثاني المراكز هنا ورابع المراكز يبقى في هذه اللحظة الفارس محمد بن خويتم العامري وخامس المراكز يتواجد الحذر وفياض بن سالم العامري. نعود إلى المقدمة نعود إلى محمد بن ناصر بن عوض المنهالي. يا سلام انطلاقة الفوز مع هب الريح. يا سلام هبوا بالناموس يا بن عوضي هبوا بالناموس في هذه اللحظة مع هب الريح. يا سلام ولا ذاق طعم الهزيمة أبدا هذا القعود. تهانينا تهانينا من هذه اللحظة هنا في هذه اللحظة في هذا التحدي وممثل الوثبة دائما يتواجد محمد بن ناصر بالعوض المنهالي هنا مع هب الريح يشاهده الجميع في سماء الوثبة يحلق بهذا الشعار الكبير. تهانينا والناموس تهانينا والناموس للسيد محمد بن ناصر بالعوض المنهالي على فوز هب الريح في هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني في هذه اللحظة سراب محمد بن أحمد بن ماجد الخيالي. المركز الثالث المركز الثالث شاهين صالح بن حمد بن شلويح العامري. المركز الرابع المركز الرابع صديد وسالم بن عنودة العامري. وخامس المراكز يوصل هنا الحذر فياض بن سالم العامري. تهانينا والناموس للسيد محمد بن ناصر بالعوض المنهالي على فوز هب الريح. التوقيت الزمني الذي رافق هب الريح في هذا الشوط 6 دقائق. ست دقائق 12 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني صالح بن حمد بن شلويح. 6 دقائق 15 ثانية و4 أجزاء من الثانية. محمد بن أحمد بن مايد الخيلي مع سراب المركز الثالث. المركز الثالث 6 دقائق 15 ثانية 6 أجزاء من الثانية. هنا شاهين صالح بن حمد بن شلويح العامري. تهانينا والناموس لجميع